استاذه مين؟ استاذ ماهر من الجيزه يتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا شيخنا، اخبار حضرتك ايه؟ نعمه، بدل بسمع صوتك. ربنا يخليك يا رب ويطمنا عليك يا رب. الله ونتعلم من حضرتك. الله يبارك في حضرتك، اتفضل. ربنا يخليك. والنبي يا شيخ، انا بس يعني بسال سؤال كده لحضرتك، وعايزين نستشف حضرتك في السؤال المطلوب يعني. اتفضل. هو انا كنت، انا قاعد انا ووالدي في الشقه اللي قصادي، فكنت حالف يميني ان انا ما اخشش عنده انا وزوجتي. يا راجل، حد يحلف على حد يحلف على شقه ابوه؟ هي كانت يعني في ظروف كده غير ما يعني اراديه. انت قول ورايا دلوقتي، تبت الى الله. تبت الى الله. وعزمت على الا افعل هذا ابدا. وعزمت على الا افعل هذا ابدا. والله على ما اقول شهيد. حد يقطع ابوه؟ والله على ما اقول شهيد. طيب قول لي بقى، بتسال بتقول ايه بقى؟ فهو اللي انا يعني كنت بقول لحضرتك هذا السؤال، بس يعني كنت عايز احله، اعمل ايه عشان اقدر اخش عند والدي تاني يعني. على طول دلوقتي بعد وانت بتسمع، اول ما تخلص الحلقه على طول تروح تدخل عند والدك. ولو قلت انت حلفت قلت ايه طيب؟ انا قلت يعني استغفر الله العظيم يا رب، قلت عليا الطلاق من داخل انا ومراتي. شوف انت قلت ايه؟ قلت استغفر الله العظيم. انسى كلمه طبعا. الطلاق دي خالص. انا عمري ما بحلف والله يا شيخ الحلفان. طيب ده بس هي جت إيه؟ معايا كده. قلت عليا الطلاق ايه بقى؟ كمل. ما انا داخل انا ومراتي هنا تاني. طيب انت لو دخلت اطعم 10 مساكين. الله يبارك لك يا شيخ. والست وزوجتك ليه؟ اوعى ما تقعدش تخلي زوجتك ديت عامله زي بالظبط واحد موقف واحد على طرف الجبل، وكل شويه اقول له ازقك. ما هو الطلاق بيعمل كده في الستات. فاتقي الله وامسك لسانك وما لكش دعوه بالطلاق يا سيد ماهر. ربنا يبعدنا عنه يا رب. وما يا رب ان شاء الله. متشكرين لحضرتك يا شيخ. عفوا يا سيدي.